عندنا اليوم انواع ديال الزريعه اللي كنزرعوا، وغادي ناخذوا فكره على كل زريعه اش كتصلح ديالاش. عندنا هنا كيف كتشوفوا، قرب لكم باش تشوفوا مزيان. عندنا هاد الزريعه هادي ديال الكرافس، هادي كتبغي حتى هي كتبغي. كشفنا هادو الكرافس، غناخذوا حبه منهم باش تاخذوا فكره على الزريعه ديالهم كيفاش دايره. شي راه فرته بزاف وصغيره، واللون ديالها راه تقريبا حتى هو اخضر. بالنسبه للزريعه ديال الكرافس، غادي ندوزو للزريعه ديال السلاوي. الزريعه ديال السلاوي تاخذوا فكره عليها كيفاش دايره. اللي بغى يتقدم للمارشي خصو ياخذ فكره على الشكل ديالها. انت راه خديتي حبه راه طويله، هي دايره بحال الشكل ديال الزريعه ديال القرعه، وهي طويله تقريبا فيها واحد جوج سنتيم في الطول ديالها. هي اللون ديالها راه شويه بحال اللون مصفر شويه. هادي هادي الزريعه ديال الخيزو، شوفوا الشكل ديالها باش تاخذوا فكره عليه اللي بغيت قدام المارشي باش يزرعها. وبالنسبه لهاد الزريعات كاملين اللي شفناهم، ومازال غنشوفوا واحد اخرين بعد هذا الفيديو، غادي نديروا فيديو اخر ونشوفوا الطريقه كيفاش كيتزرع. وهادي الزريعه ديال القرعه، فيها جوج انواع، فيها ديال برا اللون ديالها هو هذا، وفيها ديال المغرب ديال بلادنا اللون ديالها هو هذا. اللي بغى يتقد هاد الزريعه هادي ياخذ فكره على الالوان ديالها. تقدر تزرعهم بجوج، تقدر تخلطهم بجوج وتزرعهم، ما كاين مشكل. الزريعه ديال القرعه هادي، القرعه الحمراء هادي، الزريعه ديال السويله، الزريعه ديال السويله هادي. الحبات راه باينين فوق الشكل ديالهم كيفاش داير. الزريعه ديال الكورجيت والقرعه الخضراء، ها اللون ديالها كيكون بحال هكا. هي هادي غادي ندير واحد التذكير بالنسبه لهاد الزريعه اللي شفنا اليوم. عندنا الزريعه ديال الكرافس، الزريعه ديال الكرافس، عندنا ديال السلاوي، عندنا الزريعه ديال الخيزو، عندنا الزريعه ديال القرعه. شفنا فيها جوج انواع ديال برا وديال البلاد. عندنا الزريعه ديال القرعه الخضراء، وعندنا الزريعه ديال السويله. دونك الفيديو الجاي نشوفو ان شاء الله، نشوفو الجلبانه الزرع ديالها، وناخدو فكره على شي امور اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.